يوما بعد يوم تزداد الأسئلة عن مستقبل الوضع في بوابات العاصمة المؤقتة، وبالتحديد في محافظة لحج البوابة الشمالية الغربية. أسئلة تعكس تصاعد المخاوف من احتمال تزايد نفوذ الجماعات المتشددة. لم يشكل تحرير المحافظة نقطة فارقة في حياة الأهالي، فحال الحوطة القابعة تحت رحمة الانفلات الأمني ليس على ما يرام. كل مرة تستيقظ المدينة على خبر تفجير مبنى حكومي أو مقتل ضابط أمن أو مدني. أحدث تجليات العنف تفجير مسلحين مجهولين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة عددا من المنشئات الأمنية في معسكر عباس بمدينة الحوطة، وهي العملية الثالثة التي يستهدف فيها مجهولون أحد المقار الأمنية بعد أن تم استهداف مبنى الشرطة والأمن السياسي خلال الأسابيع الماضية. يحدث هذا فيما تتواجد القوات العسكرية للجيش الوطني والقوات المشتركة على بعد عشرات الكيلومترات من المدينة، وتحديدا في قاعدة العند الجوية. رغم كل هذا، ثمة هوة سحيقة بين ما يسمعه أبناء لحج من المسؤولين المعنيين حول استقرار مدينتهم وتواجد القوات الحكومية بالقرب منهم، وبين الواقع الأمني المزري الذي يقض مضاجعهم ويرخي بظلاله القاتمة على يومياتهم. يسمع أبناء لحج عن كثافة التعزيزات العسكرية لقوات التحالف إلى قاعدة العند، بينما يواجهون يوميا الخروق الأمنية على أنواعها.